زي ما انت شفت التقرير حاجة جميلة جدا 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 جدا، يعني من هنا للصبح. يعني انسانة عايزة تقدم حاجة، عايزة تقدم رسالة معينة لكل العالم. خلينا بقى نرحب بيها. ازيك؟ عاملة ايه؟ ازيك يا سارة؟ عاملة ايه؟ نورتينا بجد النهاردة. ده نورك. تسلمي. عرفنا بنفسك. طيب انا اسمي سارة محمد، ذو احتياجات خاصة، 25 سنة. انا اتولدت بضمور في النخاع الشوكي، وعيت على الدنيا عمليات، لقيت نفسي في عمليات وحاجات كتير كده. الحمد لله. الحمد لله. ده الحمد لله. ايه اللي خلاك تخش المجال ده؟ اللي خلاني يعني الفكره جات لك منين اصلا؟ هي الفكره كانت عندي من زمان، ان ابقى موديل، بس كنت خايفه من تنمر، كنت خايفه من الناس اللي تتريق. بعد كده اشتغلت في احد المصانع، بعد مصنع ملابس يعني؟ لا، مصنع كهرباء وسيارات كده. اشتغلت كمان؟ اشتغلت لمدة 6 شهور، وبعد كده قالوا لي تعالي. انا فكرت ان انا رايحة امضي على تجديد العقد. انا بعد ما مضيت وكل حاجة اكتشفت ان انا بمضي على استقالتي. طبعا انا اتدمرت نفسيا. متعلمة صحيح؟ انا بكمل تعليمي، لاني انا حالتي الصحيه من لما اتولدت كده ما عرفتش ان انا اكمل. من كتر العمليات اللي انا فيها. انا دلوقتي في ثالثه اعدادي منزلي. ما شاء الله عليك يا ساره، حاجه جميله جدا. فانا كنت حابه التعليم جدا. فقلت ازاي ان انا ما يبقاليش مثلا ابقى زي الناس العاديه. انا مش اقل من اي حد اكيد طبعا. فبعد كده قلت لازم اشتغل علشان ايه، يعني اجيب كتب واستمر في دراستي. تطوري من نفسك. واطور من نفسي. فبعد كده رحت، فمضونا على الاستقالة. انا دخلت طبعا في حالة نفسية. بعد كده قلت ازاي ان انا ما اكونش حاجه، ان انا من ذوي احتياجات خاصه. ايه يعني لما اكون من ذوي احتياجات خاصه؟ انا هكمل حاجه مختلفه. من هنا بقى جات لك الفكره. جات لي الفكره ان تبقى موديل. ابقى لو موديل. لو في صور، يا ريت الكنترول يعرضها جوه تتكلم. يا ريت يعني في صور. ماشي. اوكي، اتفضل كمل. بعد كده كنت رايحه مناسبه، تأجرت فستان، اتصورت بيه. قلت لا خلاص، قررت ان انا انزل الصورة، وقررت ايه رأيكم يا جماعة لما ابقى موديل. اتلاقيت الناس الايجابي كتير. وتعرضت شوية من الكومنتات اللي جات لك على الموضوع ده. يعني ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا شيخة روحي صلي لك ركعتين بدل ما انت قاعدة كده. كملي. انت لا تصلحي ان انت تبقي موديل. حاجات كتير، حاجات كتير سلبية. انا ما بصيتش عليها نهائي. انا بصيت على الايجابي، ان الناس كملي، هتنجحي ان شاء الله، انت عسوله، انت تقدري. انا كلمتي المفضله ما فيش حاجه اسمها مستحيل ابدا. طبعا. انا والدتي ربنا يخليها لي، يعني هي صاحبه الفضل في اللي انا فيه. ربنا يخليها لي يا رب. يا رب، اللهم امين. انا مش عارفه اقول لها ايه. تعبت معايا كتير. تعبتي ليه بس كده؟ انت جميله ومثال للبنت القويه وناجحه، وما شاء الله عندك اصرار وفكره وعايزه تعملي حاجه مختلفه، فانت حاجه جميله جدا. الحمد لله. وكل الصور يعني جميله جدا. يعني انا كل الصور احلى موديل ولا ايه؟ يعني كل الصور زي ما انتم شايفين، كل صورك جميلة ومش محتاجة. أنا حقيقي الفكرة بتاعتك عجباني بشكل بس إنت أنا نفسي أبقى يعني أنا مش حابك تعيطي خالص. لا والله أنا حابك تكوني تكملي في اللي أنت فيه. إن شاء الله هكمل بإذن الله. إحنا جنبك كويس، وصور جميلة جدا، وما تعيطيش خالص. وانت حقيقي انت قد الدنيا كلها، وانت مثال لكل بنت. أنا ناوية إن شاء الله أكمل بإذن الله، أبقى اكبر موديل في مش في بورسعيد ولا في مصر. انا ابقى إن شاء الله اكبر موديل في العالم كله باذن الله بفضل من ربنا طبعا. وبالنسبه للناس ودع والدتك طبعا، ودع والدتي ووالدي واخواتي معايا واقفين جنبي، وبالناس اللي بيحبوني والناس اللي بيدعموني. انت عارفه بكلمة حلوة. انت دعم وتدي طاقه ايجابيه لاي حد. أيوة. مثلا خليني عنده طاقه سلبيه في خلينا الحاجه اللي هو عايز انت يعملها. تابعتي الفقره الاولى من البرنامج عن المعامله بتاعه الاهل وكده صح؟ تمام. اللي انا شفته بره خارج الاستوديو
حاجه جميله جدا. يعني انت جايه من بورسعيد ايوه مع والدك ووالدتك واخوك يبين صح واختك ايوه, أيوه. العيله كلها فيها بينها حب جميل جدا، جايين من اخر الدنيا عشان تيجي يقفوا جنبك، فدي حاجه جميله جدا بعكس تماما اللي احنا شفناه في اول الحلقه عن ولد حاجه سلبيه جدا بتدل عن جحود الابناء مع اهلهم. فانت مبسوطه بحاجات كتير جدا، ربنا سبحان الله وتعالى اداك حاجات كتير جدا حلوه طبعا. شال منك حاجات بس اداك حاجات حلوه طبعا. انا عمري ما كانت اعاقتي حاجه يعني مش كويسه، لا انا بالعكس انا فخوره جدا باعاقتي. انا الحمد لله ربنا ميزني طبعا، وانا حابه الميزه ديت على فكره. انا بقابل ناس تبص لي نظره ايه يا جماعه انا كويسه، انا بتكلم كويس الحمد لله ربنا مديني نعمه. ممكن يكون السلام مش حاسس بيها، بس انا طبعا الحمد لله يعني ربنا مديها لي، ربنا اخذ مني حاجه بس بيعوضني بحاجه احسن بكتير. شخصيتك جميله جدا يعني. لا حقيقي بس تقول لنا انت عاوزه تطوري الفكره بتاعتك ازاي وتوصلي لحد فين؟ انا عايزه اوصل ان انا يبقى لي اتيليه، ان انا ادعم البنات اللي زيي، ان انا اشجع البنات اللي زي ذوي احتياجات خاصه، ان انا اشجع الشباب ما تقعدوش في البيت، لا عندك فكره كمل، عندك فكره كملي، لازم يكون عندك اصرار وعزيمه، ما فيش حاجه اسمها مستحيل، ما فيش حاجه اسمها لا انت قاعده على كرسي او ذوي احتياجات خاصه فما ينفعش، لا انت بايدك تقدر ان انت تعمل كل حاجه. ف ديت حاجه جميله مش حاجه وحشه، والناس المفروض تتقبلنا على كده يعني. لا احنا مش من ذوي احتياجات خاصه، احنا ناس لينا عقليه، ناس لينا قدرات، ناس لينا فكر، ناس لينا طاقه ايجابيه. يعني انا نفسي اوصل الطاقه الايجابيه مش الطاقه السلبيه ابدا، وده اللي انت بتعمليه وحقيقي. وكمان بنوته جميله جدا ما شاء الله. وكمان يا صراخ يعني احنا كلنا بنكمل بعض، كل شخص في المجتمع بيكمل بعض اكيد، وربنا سبحان الله وتعالى ما بيديش انسان حاجه غير لما يشيل منه حاجه قصادها. فربنا اكيد مديك يعني. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما فيش حد كامل، بس هو كل انسان مخلوق في الدنيا دي مش كامل. فانت ربنا سبحانه معوضك بحاجات كتير جدا حلوه الحمد لله، واحنا كلنا واحد وكلنا معاكي وبنشجعك وبندعمك، ونتمنى نكون يعني في الانطلاق النهارده من البرنامج. انا كمان يعني بناشد اي حد بيشوفنا دلوقتي ان هو لو يقدر يتبنى فكره ساره ويقدر يساعدها فعلا ان هي توصل للي هي عايزاه، ويقدر يساعدها بقى ان هي تشتغل موديل وتعرضي اكبر عدد من الفساتين واكبر عدد من الازياء الجميله. انا بناشد الحاجه عليكي كلها جميله. انا بناشد الناس وبناشد رجال الاعمال وبناشد سياده الرئيسه، نفسي اقابله جدا ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. نفسي يشجعني على فكرتي ان انا ابقى اول موديل ذوي احتياجات خاصه. انا شايفه ان الفكره هتفرق مع ناس كتير من ذوي احتياجات خاصه، وان هي هتديهم طاقه ايجابيه ان شاء الله باذن الله. باذن الله انت احلى موديل واول موديل، بس احلى موديل حبيبتي. تسلمي. بصي انا عايز اقول لك انا شخصيا بدعمك جدا من خلال صفحتي ومن خلال برنامج رسائل انا واسيه دعاء، وهنعرض كل شغلك على الصفحات بتاعتنا. وهنكون دايما في ظهرك وان شاء الله باذن الله نكون على تواصل معاكي ان شاء الله. وانا بشكرك جدا 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 حقيقه، شرفتني باذن الله مره ثانيه بقى وانت مكسره الدنيا. ان شاء الله انا بشكر حضرتك مدينه الانتاج الاعلامي كلها حقيقي يعني جدا. ده انا اللي بتشكركم ان انا تواصلت لما اتواصلت معاكم واستجبتوا لي وجبتوني المكان الجميل دوت اللي انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا اوصل له. انت اكبر من كده بكتير. انا الوقت البرنامج خلص حقيقي، الحاجات الحلوه بتعدي بسرعه، وانت انسانه جميله جدا في كل شيء، واتمنى ليك التوفيق في اللي جاي باذن الله ان شاء الله، وتحقق احلامك ان شاء الله. نتابع بقى المشروع بتاعك كده لما تنجح في التنسيق بقى. اوكي ان شاء الله باذن الله تعالى. ربنا يوفقك. بشكرك جدا يا دعاء، وبشكرك جدا وبشكركم جدا 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 في اول موسم من برنامج رسائل، وانتظرونا في موسم جديد هنحضر لكم بشكل مختلف بطريقه مختلفه باذن الله تعالى. انتظرونا في موسم جديد على قناه الصحه وجمال برنامج رسائل، وبنشكر كل الناس اللي تابعتنا خلال الفترة والموسم اللي فات ده بإذن الله تعالى. بشكرك جدا يا دعاء، تعبت جدا جدا جدا, يعني جدا كرئيس التحرير، وتعبت جدا معايا في الإعداد يعني وتحضير الحلقات، والتيم كله اللي ورا الكاميرا ده، كل الناس اللي حقيقي تعبت جدا في أول موسم من برنامج رسائل. وأتمنى تكون عجبناكم بإذن الله،
ومقدم. استنونا بقى في موسم جديد وبرامج كتير جايه ان شاء الله. برامج ان شاء الله باذن الله. وتابعونا على صفحتنا على برنامج رسائل قناه اليوتيوب او قناه صفحتنا على الفيسبوك. شكرا جدا. شكرا.